گزارش کروں گا دنیا کی رات کا بڑا عظیم نام بین الاقوامی شہرت یافتہ عظیم قاری قرآن جناب عزت باب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ لسانیہ علی بن سیدہ شریف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله أنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
قد أفلح
أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
الله.